ايه هي الطرق الطبيعيه لعلاج الكحه سواء ناشفه او بلغم؟ ده سؤال مهم طبعا. بعض الناس بتتخيل انه علاج الكحه دواء كحه. علاج الكحه ليس دواء كحه. يجي يقول لي ايه، انا اديت له ده وده، النبي كتب لي دواء كحه كويس علشان الكحه. الكحه علاجها هو علاج سببها، يعني نعالج السبب فالكحه تروح. دواء الكحه ده شيء مساعد، وانا في معظم الاحيان ما بكتبش ادويه كحه. يعني اذا كان الكحه دي نتيجه التهاب رئوي يبقى علاج الكحه هو علاج التهاب الرئوي. اذا كان الكحه دي سببها نزله شعبيه يبقى علاج الكحه اولا علاج النزله الشعبيه. لو هي كحه حساسيه يبقى علاج الحساسيه، حساسيه مزمنه. فالكحه مش علاجها دواء كحه بس، عشان نبقى ادق. علاج الكحه دواء كحه ممكن، بس معاه او قبله او بعده لازم نعالج اسباب هذه الكحه ونعرف سببها ايه.